لك انت اديهم الشنطه كبير ما يعملش كده بقول لك اديله الشنطه قبل الاوتوبيس والموبايلات والفلوس ومشي مش قلت لك ده امن مكان انت كويس يا حاج انت كويس كويس ايه بقى كان لازم تثبت في الشنطه كنت اديها لهم من سكات يا نهار اسود ما تعيطيش يا بنتي ان شاء الله جوزك هيقوم بالسلامه ده مش جوزي ومش بعيط عليه انا بعيط على تحمشه العمر وهدوم اللي راح واطيه واطيه كتر خيرك يا حاج مش عارف اقول لك ايه والله وانت يا ستي بس بقى ما كانوش 2000 جنيه عمر يا سبحان الله انت بتعيطي على 2000 جنيه امال انا اعمل ايه الشنطه اللي خدوها مني فيها 186000 جنيه ايوه بس دول كل اللي معايا لكن انت عندك غيره لا اله الا الله دي جايه تقر على الحاج في ايه اللي حصل مالك يا حبيبي الحمد لله انا بخير بس كل الكمبيات اللي معايا اتسرقت في السكه معلش مش مهم المهم ان انت بخير الحمد لله بابا هما مين الناس دول هحكي لك في السكه يلا يلا يا اولاد يلا حاج يلا اركبوا انت هتتنكي هتعملي لي فيها ليمونه في بلد قرفانه اركبي ده ايه المناحه دي يا رب تعالي ما تقلقيش تعالي اركب يا حاج معقول يا سالم دي هتبني بنود وصيتك على كلام واحده بتقرا الفنجان انت وانا عارفين كويس قوي ان ما فرغالي لا هي نصابه ولا هي بتوع الودع اللي بيشتغلوا الناس ايوه بس انت كده بتظلم بسنت بنتك ما هي بسنت من صلبي ومها قالت اللي هيقتلني هيبقى من صلبي برضه مش من حقك تتحكم في توزيع الميراث الا في التلت والتلتين لازم يورثوا حسب الشرع خلاص يبقى بيع وشراء بس انت باني وصيتك انها تنفذ في حاله الموت لا قدر الله مقتول وده ملوش علاقه ببيع او شراء الا على حياه عينك اوه هو انا جايبك عشان تقوحني وتقرفني ولا جايبك عشان تشكل اللي انا عايزه بشكل قانوني واحده يا سالم بيه ما انا لازم افهم عشان اعمل سعادتك عايزه وبعدين عشان الوصيه كمان تطلع مظبوطه شرعا وقانونا انا كان عليا حاجه انا جاي على شغل الدور والبيع على المسكينه دي ولا تشغلي بالك ممكن تقعدي في شقه البنات اللي بيشتغلوا عندي في البازار ولو عايزه تشتغلي هنا انا ما عنديش مانع ربنا يخليك انا جايه عشان شغلانه تانية خالص برضه مفيش مشكله ممكن تقعدي مع البنات معززه مكرمه لغايه ما تلاقي الشغل اللي انت عايزاه الله يفتح عليك ويزيدك يا حاج اظن مفيش بعد كده ما تقولي حاجه للراجل اللي هيسترك كتر خيرك ومالك تعبه نفسك كده ليه ما تقصري الجمله بقول لك والنبي يا حاج كنت عايزك في الموضوع بعد اذنك اتفضل يا ابني تعالى خير الا بالحق انت اسمك ايه سيد السني يا محسن الصدف انا كمان سيد جميل طب حس كده بقى يعني كان في موضوع مش عارف افتحك فيه ازاي مكسوف حد يتكسف الواحد زي ابوه قول بس عايز كام 200 300 600 لا يا حاج ده كتير هم 200 جنيه دين فرقبتي وهكتب لك بيه وصل امانه وصل امانه لا يا ابني ما يصحش لا والله صح ولعلمك بقى انا متعود على كده يا حاج كفايه ان انت وقفت جنبي في الظروف السوداء دي الناس بتنهش في لحم بعض لا لسه يا ابني لسه في ناس ممكن تضحي بحياتها عشان تحمي راجل عجوز ما تعرفوش وده اللي مخلي الواحد يقول ان الدنيا لسه بخير يا ابني هل 950 جنيه حاجه شكرين يا باشا الو يا اس ايوه ده رقم الجديد بقول لك ايه ابعت لي رقم سمعه وكل الناس اللي عندك والنبي اسامه طب يلا يلا هكلمك بالليل نرغي سوا سلام الصورة بيه موجود؟ ايوه يا فندم في مكتبه جوه
في المفاجأة دي؟ ولا حسونة؟ ولا معلم حسونة؟ الله، ده مش هنا. أمال البنات قالوا جوه ليه؟ مش عرفت. بيرموا في التليفون. تمام. الله، ده التليفون بيرن. الله، ده في الحمام. من زمانه جاي. واخد التليفون معاه الحمام ليه؟ بيبعت لهم اس ام اس. يا اهلا يا اهلا وسهلا. ايه يا حسونه، ده انت لابس كعب عالي ولا ايه؟ اخيرا نورتني في المكتب. انت المفروض تشكر المدام، هي اللي صممت تغير عربيتها من عندك مع انك حراق وتاكل مال المستشفى 57. ولا تصدقوا، لو معقول بيبي هيغلط في صاحبه؟ طب عليا النعمه تورستك عمال يشكر فيك. ربنا يديم المعروف بينكم. امين يا الله يحرقك يا سيدي. اتفضلوا اتفضلوا، تعال خش. اه صح، خش. اه مهجتي. ها يا مدام، في حاجه زغللت في عينك ولا نروح الفرع التاني نتفرج على الموديلات الجديده؟ ها ايه رايك يا سيد الرجاله؟ هو انت لما عرفت ان في موديلات جديده هتعجبك حاجه هنا؟ يا اخويا خلينا نروح نحضر صباع ابن سالم بيه بحته الاقه. انت واخد المدام معاك ولا ايه؟ واخد المدام والعيال، مش سبوع وحلقاتك برجالتك، هروح لوحدي اعمل ايه؟ وماله، انا كمان اعملها بجميله واخد المدام والعيال. يلا في داهيه. اوعى تكون بتقول يا سيدي الرجاله نقلنا اي حاجه. لو حياتك، ده منظر لك على اغلى حته. هات لي مسوده الوصيه معاك وانت جاي اسبوع وجيه، ويا ريت ما تضيفش اي حاجه من دماغك، وبلاش قلبك يبقى رهيف قوي كده. مش حكايه قلب رهيف، ما هي كمان مش مساله ضمير لاننا دافنينه سوا. يلا توكل انت على الله. سلام. بقول لك يا برنس والنبي، ما تعرفش مكتب سليمان باشا فين؟ مالك؟ الله، ما ترد؟ اه ده اللي انا كنت عامل حسابه، تراكب بتوع الغردقه. انت اللي خسران، كنت هتاخد ثواب فيا. ابو العز بيه؟ الراجل اللي انت بعتهولي جاي ترزان، لا معاه بطاقه ولا تحقيق شخصيه. اه بيقول ان اتثبت في الطريق وهو جاي. انت يا جدع، انت خليك معانا. وانا اقول الكهرباء الا اللي في البلد. بسم الله ما شاء الله يا باشا، ولا شارع عبد العزيز. امورنا يا فندم. معاك اهو ابو العز بيه. الو، يا سيدي المعلمين، شفت اللي جرالي؟ قلبوني يا باشا، ما سابوش غير الهدوم اللي عليا. حاضر يا سيدي المعلمين، من النجم هقوم اعمل بدل فائض والله. بس طمن الباشا من ناحيتي. ربنا يخليك يا سيدي المعلمين، اتفضل. ايه يا ابو العز بيه؟ والنبي بس عايز رقمه على الموبايل الجديد بقى، يعني قبل ما تقفل. حاضر يا ابو العز بيه، من عينيا.